للعام الثاني على التوالي ينظم مشروع بودكاست أريبيا فعاليات أسبوع يوتيوب للمرأة العربية بمناسبة شهر المرأة مارس. المسابقة تشارك فيها متنافسات من دول عربية مختلفة بفيديو على اليوتيوب، وسيحصل أحسن فيديو على جائزة قيمتها $1000. فايزة شعبان والتفاصيل. في طبعتها الثانية انطلقت مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية بمشاركة متنافسات من مختلف الدول العربية بتقديم فيديوهات تهم المرأة العربية في مجالات مختلفة. في 2017 اخترنا 4 مواضيع في 4 مجالات تشمل الصحة، الثقافة، المجتمع والجمال، وكل مشتركة راح تكون عندها الحرية في أنه تختار موضوع من هذه 4 مواضيع وترسل الفيديو المشاركة. وهذه المرة راح تكون مسابقة على شكل مسابقة، والفائزة راح تتحصل على جائزة قدرها $1000. الدورة ستكون مفتوحة لجميع الشابات العربيات، حيث سيكون على كل واحدة من المشاركات اختيار موضوع واحد لتشارك به في فيديو يتراوح مدته بين 3 إلى 10 دقائق، يتناول موضوعا من المواضيع المقررة. في العام الماضي كان عندنا 7 مشاركات من 3 دول عربية، هي الجزائر، تونس والأردن. هذا العام نتمنى أنه تكون كان مشاركات أكثر من دول أكثر. هذا العام راح تكون المشاركات في نطاق مسابقة، والفائزة تتحصل على جائزة قدرها $1000، والمتأهلات للنهائي راح يشاركوا في ورشة تدريبية أطلعها ناس محترفين في التصوير والإخراج والمونتاج وصناعة المحتوى. وعلى عكس الدورة الأولى التي كانت ودية، ستكون المنافسة أكثر قوة في الدورة الثانية، نظراً لأنها تنظم على شكل مسابقة جائزتها $1000 لأحسن فيديو على اليوتيوب.